مساء الخير يا محمد. مساء الخير كابتن ايمن، تحياتي ليك ولكل جمهور النادي الاهلي في كل مكان. طمنا، ايه الاخبار عندك؟ يعني الاجواء اكثر من رائعه هنا في استاد القاهره. يمكن النادي الاهلي وصل منذ 10 دقائق، يمكن اللاعبين اول ما دخلوا على طول لاستاد القاهره ادوا صلاه المغرب. كمان عاوز اشيد بجمهور النادي الاهلي اللي موجود في المكان المخصص ليه في مدرجات الدرجه الشمال، موجود بعدد اكثر من رائع. يمكن كمان اشاده ان هم اول ما السيستم فتح بتاع حجز التذاكر كابتن ايمن يمكن تقريبا ساعه بالظبط، وكان جمهور الاهلي اشترى كامل الحصه المخصصه لفريق النادي الاهلي. زي ما احنا قلنا اعظم نادي في الكون، اكيد هيكون كمان بيمتلك اعظم جمهور في الكون. يمكن النهارده كمان اليوم بادئ مبكرا جدا في فندق الاقامه، الفريق تناول وجبه الفطار فيه تمام العاشره صباحا، من بعدها كان بقى زي ما اتعودنا كده مع مستر كولر على طول بيبقى فيه فقره يعني استرتشات او فك عضلات خفيفه كده، كانت الساعه 11 الصبح. بعد كده الفريق تناول وجبه الغداء في تمام الساعه الثالثه، كان في محاضره بقى للجهاز الفني كانت في تمام الرابعه والربع. يمكن مستر كولر يعني المحاضره ما بتزيدش عن ثلث ساعه بالظبط كابتن ايمن، اتكلم فيها طبعا عن اهميه المباراه واهم يعني نقاط القوه والضعف وخطه اللعب كمان ان شاء الله اللي ينوي تطبيقها في مباراه اليوم باذن الله رب العالمين. من بعدها على طول الفريق اتحرك من فندق الاقامه الى استاد القاهره. هنا يمكن يعني الطريق ما اخدش اكثر من ثلث ساعه، الاجواء زي ما قلت لحضرتك اكثر من رائعه. حتى في تدريب امبارح التدريب الختامي كانت الاجواء اكثر من رائعه بين اللاعبين، حاله فنيه بدنيه اكثر من رائعه. يتبقى فقط بس توفيق ربنا ودعاء كل جماهير النادي الاهلي وان شاء الله نشوف مباراه كبيره. كمان عاوزين نشيد باستاد القاهره، يمكن ده الاستاد التاريخي كابتن ايمن اللي دايما لعبت عليه بتيشيرت النادي الاهلي. الاستاد يعني ارضيته اكثر من رائعه، كمان درجه الحراره بنتكلم في درجه حراره ما تزيدش عن 15 درجه مئويه، اعتقد جو اكثر من رائع. هنشوف مباراه كبيره النهارده، وكمان جمهور النادي الاهلي اللي بيزين جنبات استاد القاهره باذن الله النهارده يكون عند الموعد، وان شاء الله يعني زي ما اللاعبين يعملوا يعني مباراه كبيره في ارض الملعب هم كمان يعملوا مباراه كبيره في المدرجات ويشجعوا من قبل بدايه المباراه حتى الدقيقه 90 ان شاء الله، وتحقيق الفوز في النهايه لفريق النادي الاهلي. كان فريق النادي الاهلي كان اول الواصلين الى ملعب المباراه، لسه لم يصل بعد فريق بيراميدز منافس الاهلي في مباراه اليوم، وكمان طاقم الحكام لم يصل بعد، ولكن يمكن يعني حالا دلوقتي وانا مع حضرتك فريق بيراميدز بيوصل حالا دلوقتي لارضيه الملعب، يمكن هيخشوا يشوفوا ارضيه الملعب. الجهاز الفني النادي الاهلي كان حريص اول ما وصل ارض الملعب هنا انه يطمن على الارضيه ويشوفها، خاصه انه كان اخر مباراه امام سيراميكا كليوباترا كانت على نفس الملعب، وكمان اشاد بيها الجهاز الفني. كل التوفيق للنادي الاهلي باذن الله باداء مباراه قويه، وان شاء الله حظ ثلاث نقاط ويبقى دائما النادي الاهلي في المقدمه. كلمه كابتن ايمن، اتفضل. شكرا جزيلا زميل العزيز محمد توفيق.